لو الحكاية فيها إن فيديو سامع رمضان علي الجرف، ألف مبروك الأول على الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات. لنا بقى السنة دي خدتها إزاي؟ أولا اسمه أسامة رمضان علي محمد الجرف، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، الأول على الدبلومات الفنية. والله وأنا في بداية السنة من أول ما دخلت مدرسة شركة المية أصلا بدعم المدرسين بإذن الله، كانوا عايزين طبعا أوائل الجمهورية من المدرسة، وبإذن الله حققنا الأمنية دي. والسنة دي كنت واخد هدف قدام إن أنا بإذن الله لازم أطلع من أوائل الجمهورية. كنت بذاكر 6 ساعات في أيام المدارس، وفي فترة كورونا 12 ساعة، الوقت اللي كان قدامي كله كنت بذاكره. الوقت اللي كان قدامي. طموحك إيه؟ هو بإذن الله يعني هما بيقولوا بإذن الله أنا بطالب بمنحة، يعني يا إما هندسة عامة. يعني انت لو تكمل ان شاء الله. ايوه باذن الله. في حلم في وظيفه في شركه المياه باذن الله، هم قالوا لي هو كده متوظف خلاص. تمام. بس باذن الله هم قالوا لي اما منحه اما هندسه عامه باذن الله. تمام. في فرصه الاول على الجمهوريه باذن الله يخش هندسه عامه. جميل باذن الله. الاسره كان لها دور كبير خلال السنه اللي فاتت طبعا. طبعا طبعا. تقول لهم ايه؟ الله ربنا يخليهم لي، هم كانوا من اول ما دخلت شركه المياه بابا اللي دخلني شركه المياه وقال لي كويسه، وانا اصلا كنت حاببها من الاول، وقال لي لازم تذاكر فيها وتطلع من اول الجمهوريه، فحققت له الامنيه دي باذن الله، وكل الدعم كان منهم باذن الله الحمد لله. مدرسينك؟ طبعا مدرسينا كان على اعلى حاجه، ما كانش في دروس خصوصيه فيها خالص، مدرسين كان كل اسبوع امتحانات وشرح، وفي الفسحه كنت بروح لهم كانوا بيشرحوا لي الحاجات اللي كانت بتقف معايا وكده الحمد لله، يعني كانوا ما كان فيش دروس خصوصيه فيها الحمد لله. كان في فترات ترفيه ولا الدنيا؟ والله ما كانش فيه قوي، بس كان في المدرسه الفسحه فتره الالعاب، بس كنت بروح انام ساعه وبعد كده. يعني ما فيش مثلا زمايلك بتخرج معاهم كده؟ لا في ثالثه ما عملتش كده، خدتها دايركت. ايوه خدتها خلاص كده كله. كان بيلعب معانا ساعه اخوه في ساعه كده يلعب كوره هو اخوه. لكن في فتره كورونا في الاخر خالص بقى قفلت على نفسي ومذاكره بقى. ترفيه يعني نص ساعه مع اخوه الصغير عندنا البرنده كبيره يلعبوا سوا. الوالد؟ ايوه انا والد اسامه رمضان الجرف، مهندس زراعه من الاداره الزراعه بدمنهور. انا دخلت اسامه شركه المياه باقتناعي بيها، لان انا رحتها اول مره حسيت ان كنت عايش في اوروبا 20 سنه في اوروبا. دخلت شركه المياه حسيت ان المدرسه ديت من ضمن اوروبا. من ضمن المدارس اللي في اوروبا اللي في اليونان. التكنيك بتاعها التقنيات؟ لا بص النظافه ما هي زي اوروبا بالظبط. واللي سافر اوروبا وراح المدرسه دي يعرف ان الكلام بتاعي صح، مش يعني مش كلام كده عشان المدرسه. وبعدين المدرسه بتاخد من اوائل الاعداديه، ما بتاخدش مجاميع يعني 279 278 280. فاسامه دخلت فيها وقعدت معاه، زملاتي يا بابا داخلين ثانوي، قلت له يا اسامه بص احنا لينا هدف نخش ثانوي فني وتخش هندسه ان شاء الله وتتوظف في شركه المي. حياتك مؤمن باهميه التعليم الفني؟ هي بس هي مشكلتها في حاجه، لو ما كنتش يجيب فوق 97% مش هتخش هندسه. فهو كنا كده قلقاني يعني لازم يذاكر، يجي يلعب نص ساعه ونقول له اسامه طب شد على نفسك شويه ما تضمنش الظروف. هي سنه؟ لا هو من سنه اولى وثانيه بتعمل مذاكره 3 سنين متطلع. عشان التخصص ما هو في اولى بذاكر عشان يخش سنه ثانيه قسم كويس. هو قسم ايه؟ شبكات. في ثالثه لازم يذاكر عشان يعدي 97 عشان يخش هندسه. فهي كانت عمليه بص يعني مجازفه مننا. نصيحتك كولي امر لكل الطلبه اللي داخلين السنه الجايه؟ والله الطالب المتفوق وعارف ان هو متفوق مش لازم الثانويه العامه يكون اساسي قدام مني، اصل مصر كلها مش هتبقى دكاتره ولا هتبقى مهندسين، وفي مهندسين قاعدين من غير شغل. يعني لما يكون عامل 300,000 ولا 400,000 طالب في الثانويه العامه هيخشوا كلك دكاتره؟ فالثانوي الفني اللي هو حاسس ان هو متفوق يخش ثانوي فني، بس الدوله لازم تهتم بالثانوي الفني شويه. التعليم الفني لازم تهتم. يعني النهارده الرئيس السيسي طبعا ربنا يخليه لنا يطلع اوائل الثانويه العامه منحه. احنا بنطالب الرئيس المحترم الرئيس السيسي ان دولت يكون زي الثانويه العامه، يطلعوا منحه اخرين لان دول مش اقل منهم. انا اسامه لو كان ثانويه عامه السنه دي مش عايز اقول لك كان جاب 100%، وهو كان زعلان لما النتيجه بانت على الثانويه العامه، قال لي يا بابا لو انا في الثانويه العامه السنه دي كنت جبت 100%. قلت له معلش يا اسامه ان شاء الله ربنا يكرمك، لانه مشكلته وربنا كرمه وطلع الاول. امتحانات الدبلوم جت بعد الثانويه العامه حصلت مشكله عنده نفسيا، يا بابا لو دخلتني ثانوي عام كنت جبت 100%. يقول له معلش يا اسامه ان شاء الله تجيبهم في التعليم الفني، وربنا كرمنا الحمد لله بالتوفيق. انما هو مجهود مش عايز اقول لك، هو ما فيش يعني يمكن نص ساعه كل يوم بعد المغرب في البرنده اللي شفتها دي يلعب مع اخوه كوره كده مع بعض ويخش على مذاكرته. الفجر نصحى الفجر نلاقيه قاعد هنا مذاكر في الانترنت، ولا قلت له ذاكر ولا قلت له يلعب مع نفسه، لانه هو طول عمره هو واخواته كلهم بيذاكروا يعني مهتمين بالمذاكره، ما ورناش حاجه للمذاكره الحمد لله.
مبروك. ايوه والمدرسين برضو مش عايز، احنا بنشكر مدرسين شركه الماء جدا لان انا اعرفهم شخصيا، من المدير للمدرسين للفراش للعامل بتاع البوابه اللي بره، قمه الادب وقمه الاحترام، والمدرسين اوائل كلك. يعني لو نقول لهم اسامه مش فاهم الماده دي الدرس ده يقول لي ابعته لنا. تنصح الولاد اللي داخلين وشايفين ان هم ممكن يدوا في تعليم فني يقدموا في مدرسه شركه الميه؟ ما شركه الميه بتاخد من الاوائل، مش كله يخش شركه الميه، بتاخد 90 واحد على مستوى الخمس محافظات. خمس محافظات فبتاخد من البحيري تحت 30 واحد او 40 واحد. يعني انا عندي علم السنه دي خدت 279 280. في ناس تقول لك اللي جاب 279 ده ما يخش يخش ثانوي ويخش طب احسن، بس انت تضمن هو ليه اتجاه؟ ليه اتجاه؟ وكل وقت انا كان اتجاهي ان انا قعدت مع ابنه ونصحته وهو سمح كلامي. الحمد لله. الف الله يخليك. في